اطلب المسواك. ايه يلا والله بعت تمن كيسين بعت هسه هذا كيس هذا اشتريت بها طماطم ومخضر احنا بسجن هنا مو تقول واحد يطلع براحته يشوف شاك خارج السوق يجوز برا الله يبيعوا احنا هنا نبيع لك هذا السيم هذا السوق بيش على مروح زيت هنا هنا ألف من 40 ألف الزيت الزيت إيش الزيت زيت هذا مع الزيت من 40 ألف هنا منشتري عم نفس المبلغ صراحة اللي يبيعون المواد كلهم يعني نقص بالفلوس يعني ماكو فلوس فماكو شخص يبيع يعني هيك شيء انفضى نحتاج مثلا خضروات نحتاج لحوم اي فمو كل شيء الا بس مواد غذائية.